مع الوزير، يعني في تعبير دائما ما اتحدث معك بشأنه، اخبار العمارة الجديدة ايه اللي انت بتبنيها؟ لان احنا عندنا عمارة قديمة بنرممها، العمارة الجديدة اخبارها ايه؟ كويس والله ان يعني حضرتك ذكرت هذه النقطة. لا احنا الحقيقة يمكن سؤال جيد جدا، احنا حققنا تقدم ضخم جدا. احنا كنا مبتدئين حضرتك فاكر سنة 18 بسنوات اللي هي رياض الاطفال كي جي 1 وكي جي 2 الصف الاول الابتدائي. منذ هذا التاريخ لحد النهارده احنا وصلنا مناهج خمسه ابتدائي خلاص في المطابع، ورجعنا كمان خطوتين لورا وعملنا منهج الحضانه اللي هو من سن 2 و3، فبقى عندنا مناهج 9 سنين دراسيه بالكامل ما كانوش موجودين سنه 2017. يعني احنا غيرنا الجلد بتاع نظام التعليم بالكامل من رياض الاطفال 1 اللي ما كانش ليها مناهج اساسا، عملنا لها مناهج بنفس الادوات المنهجيه وبنفس الفلسفه بتاعت النظام الجديد. فكده بقى عندنا نظام جديد الحقيقه لفت نظر دول كثيره كمان، من اول نيرسري 1 او حضانه 1 الى الصف الخامس الابتدائي. وان شاء الله هيبقى في مؤتمر احنا عاملينه داخلي يعني فني لبحث بقيه الادوار في العماره، بقى زي ما تقول من الاول الاعدادي للثانويه العامه، ده اللي بيحدد شكل الشهاده الجديده. فاحنا كده وصلنا لنص الطريق بالظبط، وده حصل في 4 سنوات، فده انجاز كبير جدا، لانه هذه المناهج الجديده يعني ولادنا هياخدوها للعشرات السنين القادمه، وبالتالي ده استثمار كبير جدا جدا، وهو ده الاستثمار الحقيقي، يعني هو ده تطوير التعليم الحقيقي. صحيح. واللي شفناه في سنه رابعه من حيث رد فعل الطلبه ايجابي جدا جدا جدا، وبيتكلموا في موضوعات لم تكن في هذه المناهج وبيفكروا بشكل مختلف. فاحنا عندنا امل كبير قوي قوي في الجيل ده ان شاء الله يعني.